أكثر من 49 ألف حالة إصابة جديدة. تقرا في لي يقول ايه بت طاحت لي برا دينا للطبيب بت عرفنا بلي تبانا في ابن مسوس بت لنا بيوبسي كانت 15 يوم خرج التعيار عرفنا بلي في هذاك المرض الحمد لله ولينا نداو لهنا طونا بريا قالوا لنا هنا في سبيطار مايو ولينا نداو لهنا احنا نسكنوا في ولايه ميلاش الغوم العيد ولات عندها 3 سنين اكتشفوا هذه حشاك تشرب بزاف وعات ما نقولوا ما كانش ناشفه طول كي طلعناها لقسنطينه بنوباديس السبيطار الكبير اكتشفوا لها المرض هذا ولينا رجعنا في هنايا في الجزائر كانت الحق في اسوأ ما نكذبش ودوكا عاد في احسن. فبين الأمس واليوم تخطو الجزائر خطوات ثابتة في مجال التكفل بمرضى السرطان من خلال فتح مراكز صحية مختصة وجديدة عبر جل ولاية الوطن مدعمة بمعدات وتجهيزات حديثة تتيح التشخيص المبكر والمدقق للمرض والهدف مستقبلاً مركز صحي مختص بكل ولاية لتقريب العلاج من المريض لأن الهدف المنشود راحة المريض وتجنيبه عناء السفر والبحث عن العلاج والقضاء نهائياً على كابوس تباعد تواريخ مواعيد العلاج. عندي جوج شهران أنا وبارك الله فيهم جيت الجماعة قاع نتاع تيليلان وراهم مترلين الله يرحم لهم الوالدين وجيت مريض راهو جيت مع السرير وراه اليوم الحمد لله الحمد لله راه بدا يتمشى ونورمال. العمليه كيفاش سهلوها بهذا الرقمانات؟ العمليه سهلوها والو دار 3 ايام على الدوسي وتبارك الله ما شاء الله. النهار الجينا عيطوا لي في بريمير كاع والله يرحم الوالدين. الله يوفق الله يبارك ما شاء الله متعظيم دايرين فوق رص الحمد لله يعطينا يعطيهم العافيه. الاول كانت عندنا صعوبات كبيره تلقينا صعوبات كبيره من جانب التنظيمي بالاخص دونك فو سافوار كو لو باركور دو سوان تاع ان باسيون في ان سيرفيس دو راديوثيرابي يعدي على مراحل عده وحنا كانوا يجيو عندنا مرضى اللي يجيو من ولايات بعيده يقطعوا 1000 كيلومتر 1500 كيلومتر باش يجيو الاضرار وكانت صعيبه علينا ان نزيد نعاودوا نرجعوهم ونعاودوا نجيبوهم يعني تلقينا صعوبات كبيره جدا ولهنا كان التدخل تاع الاداره تاعنا لوسكون لا سوليسيتي بارابور سو بروبليم لا قاموا بتوفير جناح كامل في مصلحه الاستشفاء وين كان سهلوا الامر علينا احنا كاطباء وسهلوا ايضا الامر على المرضى ما يعاودوش يرجعوا يتنقلوا ليا. اتصلت بهم هنايا بار ايميل رجعوا لي قال لي جيب الدوسي واروح. جبت الدوسي داروا لي سكانير تاع الاطراس تراصاو 15 جور عيطوا لي بديت في العلاج دوك عندي تقريبا 20 جور صافي عندي انا 38 سيونس فهمتي الاستقبال ما يروح من ناحيه حتى كي على السيرفيس من البواب حتى المدير بارك الله طبيب وليدي ما تهلي فيا وتستقبلني قبلني والحمد لله وكاع اولادي ثاني اللي في الشيمي ثاني تهلاو فيا تبارك الله وطب زينين وتهلاو فيا وتستقبلوني الحمد لله. انا باسيون جيت من خنشله جيت معايا ولدي جبتو باش ندير له راديو ولقيت الاخر اسمه الترحاب لا ريسيبسيون ما شاء الله وزيادة فينا هذا الاخر اسمه سكانر ما ينقص عليه مصاريف ينقص عليه الاخر اسمه التراجيات الكبار اللي بعاد كيما يروح للولايات الكبار باش يلقى راديو كيما هذا سيتادير هذا زياده فينا احنا راهم قايمين بينا ما يداو فينا مليح الطب وقايمين بينا والحمد لله يا ربي. راني نداوي هنا في بشار الولايه بشهر معاملة ما عندي ما نهضر فيها معاملة يعاملونا ما شاء الله الدواء كل صباح الشيمي يديروا لنا من الحد الان من الاثنين الاثنين كنت نداوي في البليده درت العمليه في البليده فهمتني ومن بعديها كي درت العمليه وجاوني التعييرات قالوا لي تروح دير الشيمي هذا في ورقله والله في واتسوف ومن بعديها قلت لهم ودينا لا 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 نروح لجلفه راني في هنايا راني في حصتي وصلت نجي هنا لجلفه لايقين بينا وداووا بينا وتهلين فينا ولاباس عليه. الأمر لم يتوقف عند زيادة عدد المراكز الصحية وإنما
ولوجي تكنولوجيا عالية المستوى في التشخيص والعلاج. الطب النووي خير دليل على ذلك. طب هو اليوم يكتسح مستشفياتنا لتشخيص فعال ودقيق لانتشار المرض في الجسم. احنا هنا في مصلحة وحدة التصوير المقطعي او بيتسكان، يتابع المصلحة الطب النووي، وهي الأولى على المستوى الوطني ومن بين قلائل على المستوى الإفريقي. تقنية البتسكان هي تقنية نوعا ما جديدة حديثة، تخص تشخيص مرضى السرطان، تأتي في مراحل مختلفة من التشخيص. نقدروا في المراحل الأولى يعني بعد تشخيص المرض راح نقوم بتشخيص أولي لمعرفة تواجد الخلايا السرطانية. بعدها الطبيب المختص راح يقرر بعد النتيجة تاع البيت سكان إذا يكمل نفس العلاج الكيميائي أو يغير العلاج إذا شاف ما كانش نتيجة فمدها للعلاج. بعد ما المريض يكمل العلاج تاعو نقوم بتشخيص آخر باش نثبتوا يعني ونقولوا بلي اسك كاين نتيجة نهائية، يعني المريض راهو اون ريميسيون، راهو برا من المرض تاعو، ولا مازال يعني يعاودوا يبدلوا البروتوكول العلاجي للمريض. اخذنا فتره زمنيه وين اعتمدنا تقنيه العلاج ثلاثي الابعاد للامراض السرطانيه، ونطمح للمرور للتقنيات الحديثه في العلاج السرطاني اليكزومبل تاع لوفيمات. هذا العلاج الاشاعي الخاصيه تاعو لا سبيسيفيسيتي انه سي ان تريتمون دو بريسيزيون، يعني علاج فيه يعني لا بريسيزيون بزاف 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 بزاف، لانه رانا بين نارين، يعني اولا لازم نعالجوا المريض فو كون سوا ايفيكاس، مي اون ميم طون il faut pas qu'on soit toxique. واش اسمك؟ تسنيم. تسنيم ما كي لاغي روحك هنا مليح، كيفاش تحسي روحك؟ احكي لي في صحتك. نحس روحي مليحه. وهي مراكز تحصلت على شهادات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجعل منها مراكز امتياز ومراكز محورية متعاونة مع الوكالة. ومن بين المراكز الخمس الأولى في العالم والمتحصلة على هذا الاعتراف المنوق، اعتراف يعد خير دليل على المستوى المستمر والذي تحققه الجزائر في مجال التكفل بهذا المرض الخطير. المركز الشفاء الجامعي باب الود متعاون في افريقيا من خلال تكوين او تربصات مختلف الاطقم الطبيه والشبه الطبيه لمختلف الدول الافريقيه اللي جونا هنايا من اجل التكوين والتربص في مجال مكافحه السرطان. احنا يعني ماذا بينا احنا كاطباء نحينوا المعلومه تاعنا والمعارف تاعنا، وهذه تساهم يعني كل ما تكون تقنية جديدة راح تسمح لنا نواكبوا التطورات الحاصلة في المجال العلمي على مستوى العالم. ومن المكاسب أيضا في المجال، أعلن رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد مؤتمر الدول العربية حول السرطان لمواصلة ترسيخ الوقاية من السرطان ومكافحته كأولوية وطنية، مع الالتزام المالي والمخصص لصندوق مكافحة السرطان، يعد إشارة قوية والتزاما صارما بمكافحة السرطان في الجزائر. كما يعد إقرار تعيين هيئة وطنية حول السرطان من القرارات الهامة من أجل تقديم تقارير دقيقة ومفصلة ودورية حول النتائج الميدانية المحققة لتحسين التكفل بمرضى السرطان. أنا جيت من الغردية بلدية بريان، جيت نعالج على المرض نتاعي السرطان. الحمد لله تاني ما رينش خلعت به ولا خمم ولا مي حاجه تاع ربي، الحمد لله اللي عطانا ربي نقبلوها. والحمد لله كي شفت السبيطار الله يبارك ما شاء الله، وشفت الاطباء وشفت الفرملية الله يبارك ما شاء الله يعطيهم الصحه. كل
كلها مكاسب محققة في مجال مكافحة السرطان، وهي التزامات تعهدت بها السلطات العليا للبلاد من أجل ضمان الرعاية الصحية لهؤلاء. مراكز هي بمثابة نصف العلاج للمرضى، لما توفره من وسائل حديثة وتجهيزات متطورة وطاقم طبي نوعي وعلى مقربة من مقر سكناهم، وهو ما يجعل أملهم كبيرا في العلاج. هي ليست مكاسب فحسب، بل جرعة أمل الكثيرين، فالكل من موقعه من أجل مستقبل خال من السرطان.